الأصحاح الثالث. وفي السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر تيباريوس، حين كان بيلاطس البنطي حاكما في اليهودية، وهيرودس واليا على الجليل، وأخوه فيليبوس واليا على إيطوريا، وتراخونيتوس وليسانيوس واليا على إبيلينا، وحنان وقيافة رئيسين للكهنة، كانت كلمة الله إلى يوحنا بن زكريا في البرية، فجاء إلى جميع نواحي الأردن يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر لهم خطاياهم، كما كتب النبي إشعياء: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وتل ينخفض، والطرق المتعرجة تستقيم والوعرة تصير سهلاً، فيرى كل بشر خلاص الله. وكان يوحنا يقول للجموع الذين جاءوا ليتعمدوا على يده: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. وسأله الجموع: ماذا نعمل؟ أجابهم: من كان له ثوبان فليعطي من لا ثوب له، ومن عنده طعام فليشارك فيه الآخرين. وجاء بعض جباة الضرائب ليتعمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نعمل؟ فقال لهم: لا تجمعوا من الضرائب أكثر مما فرض لكم. وسأله بعض الجنود: ونحن ماذا نعمل؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واقنعوا بأجوركم. وكان الناس ينتظرون المسيح، وهم يسألون أنفسهم عن يوحنا: هل هو المسيح؟ فقال لهم يوحنا: أنا أعمدكم بالماء، ويجيء الآن من هو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه، فيعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده، وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه، ويحرق التبن بنار لا تنطفئ. وكان يوحنا يعظ الناس ويبشرهم بأشياء أخرى كثيرة، ولكنه وبخ الحاكم هيرودس لأنه تزوج هيرودية امرأة أخيه وعمل كثيرا من السيئات. فأضاف هيرودس إلى سيئاته كلها أنه حبس يوحنا في السجن. ولما تعمد الشعب كله، تعمد يسوع أيضا، وبينما هو يصلي انفتحت السماء، وحل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، بك رضيت. وكان يسوع في نحو 30 من العمر عندما بدأ رسالته، وكان الناس يحسبونه ابن يوسف، ابن علي، ابن متثاث، ابن لاوي، ابن ملكي، ابن ينة، ابن يوسف، ابن متاثية، ابن عموس، ابن ناحوم، ابن حسلي، ابن نجاي، ابن مآت، ابن متاثية، ابن شمعي، ابن يوسف، ابن يهوذا، ابن يوحنا، ابن ريسا، ابن زروبابل، ابن شألتئيل، ابن نيري، ابن ملكي، ابن أدي، ابن قوصم، ابن المدام، ابن عير، ابن يشوع، ابن أليعزر، ابن يوريم، ابن متثاث، ابن لاوي، ابن شمعون، ابن يهوذا، ابن يوسف، ابن يونان، ابن الياقيم، ابن ملايا، ابن بنان، ابن متاثة، ابن ناثان، ابن داود، ابن يسى، ابن عبيد، ابن بوعز، ابن شالح، ابن نحشون، ابن عم نداب، ابن أدمي، ابن عرني، ابن حصرون، ابن فارس، ابن يهوذا، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، ابن تارح، ابن ناحور، ابن سروج، ابن رعو، ابن فالج، ابن عابر، ابن شالح، ابن قينان، ابن أرفكشاد، ابن سام، ابن نوح، ابن لامك، ابن متوشالح، ابن أخنوخ، ابن يارد، ابن مهلئيل، ابن قينان، ابن أنوش،
بن شيت بن آدم بن الله.